اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه تتوقع ان طقس النهارده هيكون حر على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه، وهيكون مائل للحراره على السواحل الشماليه الغربيه وشديد الحراره على جنوب سيناء والبلاد وشمال الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على كل الانحاء. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتعرف مع بعض على درجات الحراره المتوقعه، والبدايه كالعاده هتكون مع القاهره. العظمى فيها بتسجل 34 والصغرى بتسجل 23، الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 21، سيوة العظمى 34 والصغرى بتسجل 21، بورسعيد العظمى 30 والصغرى 21، دمياط العظمى 29 والصغرى 22، الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 23، السويس العظمى 34 والصغرى بتسجل 23. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 29 والصغرى بتسجل 21، طابق العظمى 35 والصغرى 24، سانت كاترين العظمى 30 والصغرى 17، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26، الغردقة العظمى 37 والصغرى 26، الفيوم العظمى 35 والصغرى 23، بني سويف العظمى 35 والصغرى 24، المنيا العظمى 36 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط، العظمى فيها بتسجل 36 والصغرى بتسجل 25، سوهاج العظمى 37 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 38 والصغرى 25، الأقصر العظمى 39 والصغرى 26، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 40 والصغرى بتسجل 26، الوادي الجديد العظمى 39 والصغرى 27، شلاتين العظمى بتسجل 35 والصغرى 24، وأخيرا حلايب العظمى 32 والصغرى بتسجل 22. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لمصطفى ومنى عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا ليكي ليندا. شكرا ليندا.